إذن إلى فقرة ضيف التحرير، حيث سنتناول آخر المستجدات المتعلقة بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا. وزارة الصحة المغربية أوصت أمس بمواصلة استخدام اللقاح في حملات التلقيح على صعيد ربوع المملكة بعد اجتماع عقدته اللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من الدار البيضاء رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة وعضو اللجنة العلمية للتلقيح مولاي سعيد عفيف. دكتور صباح الخير. صباح النور، شكرا على الاستضافة. إذن وزارة الصحة المغربية توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا في حملات التلقيح على صعيد ربوع المملكة إثر اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية. بداية، ما هي قراءتكم لهذا المعطى خاصة في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة باللقاح البريطاني؟ اولا وقبل كل شيء، فالمغرب قبل البدايه ديال العمليه ديال التلقيح وضع الاليات للمتابعه ديال الاعراض الجانبيه، وهذه الاليات هي لجنه وطنيه ديال اليقظه، هي لجان جهويه، هي انهم الناس يقدروا يبلغوا بهذه الاعراض اما عبر رساله نصية إما عبر الموقع الإلكتروني اللي راكم عودتوا كتوا عليه، إما يمشيوا لعند الطبيب المعالج في المركز الصحي اللي قريب لهم، وإما الطبيب المعالج في القطاع الخاص، وإما الصيدلي. إذن كل شيء هذا الشيء تم تحضير له، وكذلك أثناء العملية ديال التلقيح فهناك واحد الواحد يدوز من واحد المركز اللي فيه أطر طبية اللي تتوضع عليه الأسئلة وتتشوف معاه شنو هما الأمراض اللي عنده، شنو هو الأدوية التي يأخذ، وكذلك تتقول له ودي إلى وقعت شي حاجة تقدر هاد الشي اللي دابا صرتو ها إما تمشي لعند الطبيب، إما تصرت رسالة، إما تدخل الموقع ديال اليقظة. وخص يعرفوا الناس بانه الواحد فاش يدير اللقاح فتيجلس الساعه في القاعه ديال الانتظار ما بين 15 و 20 دقيقه باش ما نشوفوا واش ما عندوش شي مشكل ديال الحساسيه. اذا كل شيء هذا الشيء دار، واللجنه ديال اليقظه تدير واحد تقرير اسبوعي كل اسبوع على جميع الأعراض الجانبية اللي توصلت بالإخبار ديالها. طيب، والاجتماع ديال البارح إلا جات على خطرك، الاجتماع ديال البارح فكان باقي واحد الحالة اللي كان خص يمكن التدقيق فيها، وهذه الحالة تم البارح التدقيق فيها والاستبعاد ديالها. إذا الأربع الحالات اللي كان مشتبه فيها عندها التخثر ديال الدم فما عندها حتى علاقة باللقاح ديال أسترازينيكا. طيب، نبقى في ذات السياق دكتور، يعني منظمة الصحة العالمية أوصت بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا، لكن بالرغم من هذه التوصيات العديد من البلدان الأوروبية لا تزال تواصل تعليق استخدامه. برأيكم ما هي الأسباب وراء هذا الأمر؟ احنا دابا خصنا نكونوا علميين ونشوفوا أرض الواقع، وخص يعرفوا المواطنات والمواطنين بانه فاش نديروا عمليه ديال التلقيح كبيره اللي تتهم الملايين ولا بد ما تيكونوا شي اعراض اللي تيكونوا صدفه مع اللقاح. اذا فمن الواجب دائما التحقيق منها اولا وقبل كل شيء. كما قلت فاحنا الحمد لله في المغرب عندنا واحد المركز ديال محاربه التسمم وديال اليقظه اللي تتشرف عليه الأستاذة السليماني، اللي هو من المراكز المعترف بها في المنظمة ديال الصحة العالمية، واللي تيدير واحد العمل جبار. إذا راكم عطيتوا الناس الملقحين، راه كاين أكثر من 3 مليون شخص اللي تلقحوا بالأسترازينيكا واللي في الجرعة الأولى، وكذلك أكثر من 1.5 مليون شخص اللي خداوا الجرعة الثانية. إذا تقريبا 5 مليون ديال الجرعات اللي تفرقات ديال أسترازينيكا وما سجلنا حتى شي اعراض خطيره. اذا هذا اولا وقبل كل شيء ارض الواقع تيعطينا بانه
السلامة والأمن ديال أسترازينيكا لحد الآن اللي تندويو فيه. وكذلك شنا أنه في أنجلترا من بعد عشرات المليون ديال الجرعات متسجل حتى حالة خطيرة، وكذلك في الهند. فهذا كله وكما جيت به دابا المنظمة العالمية ديال الصحة أوصت بالاستمرار في التلقيح بأسترازينيكا. نعم. ولكن خصنا نعرفوا بأنه الدولة ووزارة الصحة تسهر على الصحة ديال المواطنين، ولهذا العملية ديال المراقبة فهي متواصلة ومتواصلة بطريقة محكمة. نعم. طيب دكتور، حوالي 95% من عدد الجرعات التي تم حقنها في إفريقيا كانت في المغرب، بذلك تحتل المملكة الصدارة في القارة الإفريقية في مجال التطعيم ضد وباء كورونا. على ماذا يدل ذلك؟ أولا وقبل كل شيء، شنو هما الشروط اللي كانت باش وصلنا لهذا النجاح؟ أولا التعليمات والتوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة منذ بداية الجائحة والتدابير الاستباقية ديال الدولة ديالنا جعلت أننا نبرموا جوج ديال الاتفاقيات مع أسترازينيكا ومع سينوفارم في الأشهر الأولى. هذا مكننا، وكذلك انخرطنا بجانب تسعود ديال الدول الأخرين في التجارب السريرية مع سينوفارم اللي خصات عندنا في المغرب 600 متطوع. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، فصاحب الجلالة نصر الله أعطى الانطلاقة ديال العملية في 28 يناير، وهذا بعث واحد الطمأنينة عند المواطنات والمواطنين المغاربة. وكذلك القرار اللي جاب صاحب الجلالة نصر الله ديال المجانية ديال اللقاح، والدولة ديالنا بكل المكونات ديالها، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، الأمن، الدرك، القوات المساعدة، القوات المسلحة، القطاع الصحي بكل المكونات دياله، العام، الخاص، الجامعي، العسكري، كل شيء كانت واحد اللوجيستيك كبيرة. وعندنا 3047 مركز قار للتلقيح وأكثر من 10,000 وحدة متنقلة. كل هذا الشيء دار بأنه نجحات العملية ديال التلقيح، وإحنا أول دولة في إفريقيا وما بين الدول العشر الأولى في العالم. وحتى البرنامج ديال التلقيح عندنا فكان برنامج محكم، لقاش بدينا أولا بالناس اللي عندهم أكثر من 75 سنة، الفئات الهشة، أكثر من 65 سنة، أكثر من 60 سنة، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الأطر الصحية، الأطر الأمنية، الأطر ديال التعليم. فكل هذا والحمد لله كما شرطوا لي الحالة الوبائية في المغرب مستقرة، وهنا تنشيد بالمواطنات والمواطنين التي يحترموا التدابير الاحترازية، ونزيدوا نقولوا لهم يحترموها، وكذلك بالدولة ديالنا. طيب. اللي دارت التدابير، منها حالة الطوارئ، منها تعليق الرحلات، فكل هذا تيساهم باش تبقى عندنا الحالة بحالة هكذا مستقرة. طيب نبقى في ذات السياق، يعني المغرب تلقى الكثير من الإشادة إقليميا وحتى عالميا نظرا لحملة التلقيح المتبعة في المملكة كما ذكرتم، مما مكنه تبوء مكانة مشرفة بين البلدان الست في العالم الرائدة في مجال التلقيح. لكن ومع استمرار نجاح عملية التطعيم في المغرب يبقى التحدي متعلقا باستمرار وصول اللقاحات، لأن ما تبقى من رصيد المغرب الحالي من اللقاحات يقدر بحوالي 8 ملايين جرعة في الأصل، يعني بالكاد يكفي لإعطاء الجرعة الثانية ل4 ملايين الذين أخذوا الجرعة الأولى. كيف يمكن التعامل مع هذا المحور؟ كيف يمكن التغلب على هذه التحديات الراهنة دكتور؟ أولا وقبل كل شيء، منذ بداية الجائحة قبل ما نوصلوا للتلقيح كان عندنا التدابير الاحترازية. إذن خصنا أول حاجة نشددوا عليها، تشدد عليها جميع الدول، وراكم شرطوا لي أنه كاين واحد الارتفاع من الحالات، هو التدابير الاحترازية. هذه هي أول سلاح عندنا ضد الفيروس. إذن هذا السلاح خصنا نبقاو تنعملوا به ريتما نوصلوا للمناعة الجماعية. ما حدنا تنعملوا بهذا السلاح ديال التدابير الاحترازية، وما حدنا نقدروا نتسناو على ما توصل دفعات جديدة من اللقاح. أيضا تنعرفوا بأن وزارة الصحة
دائما في إطار التدابير الاستباقية طلبات من اللجنة العلمية والتقنية باش تعطيها لقاحات مرشحين اللي يقدر يستوردهم المغرب في حالة ما كان لازم أنه يستوردهم. فاللجنة العلمية والتقنية ديال اللقاح من ناحية العلمية أعطت الضوء الأخضر لجونسون وسبوتنيك، وراكم شتو بأنه المديرية ديال الأدوية أعطت الترخيص الاستعجالي لسبوتنيك. إذن حنا إلى سينوفارم وأسترازينيكا وفاو بالوعود ديالهم اتفاقية ديالهم مع الدولة طيب. ديالنا فعندنا ما يكفي لتلقيح 80% من الساكنة ديال المغرب اللي عندها أكثر من 17 سنة. سؤال أخير دكتور لو سمحتم باختصار لأن نظرا لضيق الوقت. مرحبا. هناك مسألة أخرى تتعلق ببلاغ النيابة العامة من أجل متابعة كل من يروج للأخبار الزائفة ذات العلاقة بموضوع فيروس كورونا، يعني هل هذا الأمر يكفي من أجل محاربة الأخبار الزائفة؟ أولا وأقول لك شيء، هذا البلاغ رجع منذ بداية الجائحة مارس 2020، وهنا تنبغي نحيي العمل الجبار اللي قاموا به الصحفيات والصحفيين في التوعية وكذلك في محاربة الأخبار الزائفة. وحنا تنعرفوا بأنه المغاربة عندهم واحد الحس وطني والكل منخرط، وهذا الشيء اللي جاب لنا النجاح، الكل منخرط في إنجاح الحملة ديال التلقيح، ونتمناو أنه نبقاو هكذا منخرطين. ونشكركم من هذا المنبر على العمل الجبار اللي تتقوموا به، باسكو نتوما اللي تتوقفوا هذه الاعمال هذه الاخبار الزائفه. والشكر موصول لكم رئيس الجمعيه المغربيه للعلوم الطبيه والفيدراليه الوطنيه للصحه وعضو اللجنه العلميه للتلقيح مولاي سعيد عفيف.